ما بعمره السلاح قدر عمل أي موقع لأي طائفة أو مجموعة في لبنان. الشيعة مكون أساسي من لبنان ورح يبقوا مكون أساسي من لبنان بحكم من الله وليس بإرادة من حزب الله. الفرقاء اللي مشكلين الحكومة بالوقت الحاضر ما إلهم علاقة بالسلطة ولا بالدولة اللبنانية. يا البعض منهم عندهم مشاريع سياسية ما إلها علاقة بلبنان، لبنان بيجي بمرتبة 17 عندهم. يا البعض الآخر ما إلهم علاقة إلا بالسلطة وشو بيقدروا يطلعوا من السلطة. أما مين بده يبني دولة؟ ما في حدا منهم بده يبني دولة. بتقولوا شو الحل؟ كثير بسيطة. شو الحل؟ والحل برسم الشعب اللبناني كله سوا. أول فرصة بتصير له بدهم يجمعوا كل أحرار لبنان ويضل يعطلن ثورة الأرز و14 أذار والمجتمع المدني وكل حر بهالبلد، بدهم يجيبوا هن أكترية بشكلوا حكومة ببلشوا ببناء الدولة كما يجب. ماذا وإلا رح نضل بهالمستنقع إلى أبد الأبدين.